اهلا اهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا مزيانين وتكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم غتحماقوا عليه وغادي يعجبكم، اولا لان المفعول ديالو خطير بزاف، ثانيا لان المكونات ديالو سهله وبسيطه ومكوناته يعني طبيعيه، ما فيها حتى شي ضرر، ما فيها حتى شي حاجه، والنتيجه رائعه، زوينه 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 بزاف. كما كتعرفوا دابا ما كاين لا حمام لا والو، يعني كاين غير التدواج ديال الدار، وكاين اللي عندهم الحمام بارد. دونك ملي كتدخلي كدوشي كتخرجي، اغلبيه يعني كيقول لك بان عندنا الدوش بارد كنخرجوا مشلين، كنخرجوا فينا ديك القشره بيضاء، وكنخرجوا كنحسوا بالجسم ديالنا حرش وخشن كما كنقولوا. داكشي علاش جبت لكم اليوم واحد التبريمه غزاله يا البنات، غزاله 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 بزاف. غادي ديريها قبل ما يعني ملي تدخلي الدوش ديالك، قبل ما تبداي تعومي يعني في وسط الدوش ديالك، غطليها الجسم ديالك كامل وغتسني عليها غير واحد 10 دقائق 5 دقائق ميم با، يعني بين ما وجدتي الدوش ديالك بين ما هذا، وتبقاي يعني ما تخليهاش تنشف على الجسم ديالك، وكتبقاي كتقومي كتقومي بالناشف بلا كيس بلا حتى شي حاجه غير بيديك، وكتحيد داك الجلد الميت كامل. بالنسبه للوجه اللي ما عندوش بشره، اللي عند زعما اللي عنده بشره حساسه من الاحسن ما يديرهاش، ولكن اللي عنده بشره ديالو عاديه ديروها وانتم مرتاح، وتقدروا تجربوها هنايا اولا يعني على حساب باش نحيدوا الشكل، لان فيها واحد المكون اللي هو الحامض، وتقدروا تعوضوه بالليمون غير باش نكونوا واضحين. كما قلت لكم يعني النتيجه ديالها رائعه وزوينه زوينه زوينه بزاف. كديريها ومن بعد تقدري تدخلي دوشي شي دوزي غير الصابون غير جيل دوش، وتخرجي كتخرجي كتشعلي. وعن تجربه ولكن بشرط، كنتمنى وكنقلدكم اي وحده جرباتها ما كرهتش انها ترجع لي كومونتير وتكتب ليا على النتيجه اللي حصلت عليها، لانها فعلا كتستحق، وكتحسي بالجسم ديالك رطب 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 رطب، والبياض كما كتشوفوا كتخرجي كتشعلي 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 بلا كيف بلا حتى شي حاجه، يعني كتحيدي داك الجلد الميت مليون في المئه. المهم ما نطولش عليكم، غادي نخليكم نيشان مع الوصفه، ولكن قبل من هادشي كامل بغيتكم كلكم تخليوا ليا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، وما كرهتش انكم تبارطاجيو القناه هكا مع صحاباتكم بليز. يعني هكا غير باش تكبر القناه ونوصلها ان شاء الله ل 20000، وعلاش لا ل 50000 و 100000، وهادشي طبعا بالتشجيعات ديالكم. المهم بلا ما نكثر عليكم البلابلا ندوزو للوصفه. يلا اول حاجه غادي نحتاجو هي الفسه، ما غاديش نديرو كسكسو. هذه هي السر ديال هذه الوصفه، وهذه التبريمه هذه خطيره يا البنات. اول حاجه طبعا خصنا نقشروها، راكم عارفين باللي اللفت كتستعمل بزاف وصفات ديال الطبيب، راه كاين اللي كيسلقها، كاين اللي ياخذ الماء ديالها، كاين اللي ياخذ القشور ديالها، يعني هي مبيض من الطراز الرفيع. يا ربي تسمح لي، كيقول لك باللي اللفت اسوء اكل بعد اكل ماليات، ما عرفتش اش كيقول لك صراحه، انا ما كتعجبنيش، ولكن في وصف يعني في كسكسو ضروري ديروها بعدا الاشاره. كسكسو كتجي زوينه في كطلق البنه في المرقه، ولكن الماكله ديالها صراحه ما كتعجبنيش. المهم الخطوه الاولى غتجيبوا لفته وغادي تحكوها في الحكاكه الرقيقه، علاش؟ باش نخرجوا، غادي تخرج لنا كلها مطحونه، ومن بعد غادي نخرجوا الماء ديالها، هذاك الماء ديالها هو اللي عندنا به الغرض. انا غادي نطحنها هكا كامله، عاد لي نعصرها. خصوصا الا بغيتو ديروها لصحتكم كامله راه بحرات كفاكم. شوفوا واخا راه كتخرج ناشفه، ولكن الا عصرتوها كيخرج الماء ديالها. غالي سيراوما سيراوما، خلينا نصور حيطه غالي. بغيتي تنعس؟
من بعد كيخرج لينا هذا الماء بحال هكا نتوما، هذا الماء ديال اللفت. اشنو غنديروا في الخطوه الثانيه؟ غنزيدوا عليه فرماجه، اي نوع، مثلث، مربع، اي نوع غادي نديروا له هكا، وغادي نمعسوها مزيان هاد الماء ديال اللفت. حاولوا نطلقوها مزيان. كيف ما كتشوفوا، من بعد ما خلطنا هذيك الفرماجه مع الماء ديال اللفت، غادي نزيدوا عليها المكونات اللي غنقول لكم دابا. معلقه ديال النيدو اللي هو الحليب المجفف، اللي هو هذا بالنسبه للعيالات دابا، راه ولاو ديما واخا تكوني ما كتستعمليهش في داركم وما كتشربوش وليدات، كتاخذي هاد الساشيه هذه لانها فعلا ما عنده واحد المفعول اللي ما داروش الكريمات وبزاف ديال الحوايج للبشره. وهذه معلقه صغيره ديال مارينا، وقطرات من الحامض او الليمون. اللي عنده حساسيه، كنعاود ناكد، اللي عنده حساسيه من الليمون من الحامض استعمل ليمون. الليمون شي مخفف خصوصا دابا مع الحراره، يعني بدات كترتفع درجه الحراره. المهم غادي نزيدو هذا الشيء مع بعضياته، نزيدو هذا النيدو ونزيدو هذا المايزينا، نخلطو. وكما قلت لكم، اللي ما كدير لي الحامض والو يدير قطرات من الحامض، واللي بغى يدير الليمون، ونخلطو هذا الشيء مزيان. هكا كنحصلوا عليها بحال هذا الشكل، بحال هذا الشكل، شوف. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا نطبقوها على البشره ديالنا. وكما كتشوفوا الطريقه ديالو سهله بزاف، ما كاين ما سهل منها. الا بغيتي ديريه للجسم ديالك كامل، ما عليك الا الدوبل المقادير. كما عارفين راكم نيدو ومايزينا كناخذوا باكيه كبيره، تبارك الله راه دوز لنا الخير والخمير. غادي يعني غادي تطبقيه على الجسم ديالك كامل، وكنعاود ناكد للاشاره، غادي ديروا طبقه رقيقه، ما غاديش ديروا كما كتشوفوا بحال هكا، ما غاديش ديروا ديك الطبقه اللي غليظه هكا، لا. باش لحقاش حنا الغرض ديالنا بها هو انها ملي تبدا كتنشف لنا دغيا وتبدا كتنشف، تما فين غادي نبدا نبرموها. والوجه كنعاود ناكد ونعاود ناكد، اللي عنده حساسيه من الحامض ما يديرش الحامض، يدير الليمون. اللي عنده حساسيه حتى من الليمون ما يدير حتى شي وحده فيهم. هكا خاص تكون النتيجه، يعني تكون طبقه بيضاء رقيقه على البشره ديالنا. صافي كما قلت لكم، حتى الوجه راه كيخرجوا كيشعل كيشعل بحال الا مشيتي ضربتي احسن وها تحميمه. صافي غنبقى هكا حتى نكمل يعني البلايص كاملين اللي باغا ندير. غاديش نقول لكم خليوه في البشره ديالكم 10 دقائق اولا 20 دقيقه، كل واحد على حسب حراره الجسم ديالو، على حسب الجو وعلى حسب الجسم. المهم غادي تخليوه يعني غير غتحسوا به بدا كينشف الوقت اللي نتوما كدوزوا يديكم، كيبدا يتبرم بحال هكا، وكتبقاي تبرمي بيديك، يعني بحال كتحكي، كتبقاي دوزي يديك بيديك بشويه بشويه، وهو كيبقى يدير كوماج للبشره ديالنا بواحد الطريقه زوينه ما كضرش، وفعلا كتحيد ديك الجلد الميت كله على البشره، وما كتخلي لا احمرار لا حرقيه لا حتى شي حاجه. واللي زوين فهادشي كامل انك ملي كتسالي وكتغسلي كتحسي بالجسم ديالك ولا رطب 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 رطب، وواحد البياض فوري. ولكن اللي بغيت ناكد عليه هو ان كنتمنى اللي جربت هاد الوصفه هذه وهاد التبريمه هذه بلا حمام ترجع ليا لي كومونتير وتكتبها ليا وتقولها ليا، لانها فعلا تبريمه زوينه بزاف وكتستحق، وزوينه زوينه يعني زوينه، عجبتني انا بزاف. المهم غتبقاو مكملين بحال هكا حتى تساليو الجسم ديالكم كامل، وتقدري تدخلي يعني لو بغيتيش تعطل في الدوش دوزي غير جيل دوش ديالك اولا الصويبينه ديالك وغسلي شعرك وهانتي محممه. صافي حتى لهنا ما غاديش نطول عليكم الفيديو، كنظن ان النتيجه واضحه وباينه. تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ونجيب لكم احسن ماسكات واحسن الوصفات ديال الشعر وديال البشره. وزعما تسناو الوصفه اللي طلبتو مني ديال الشعر بالنسبه للاشقر الرمادي والاشقر الفاتح، في القريب ان شاء الله غادي نديرها لكم. ما نطولش عليكم، تهلاو في راسكم، باي باي.